بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله اليوم ان شاء الله نشرح قصيدة The Unknown Citizen by W.H. Auden the British American poet قصيدة المواطن المجهول لشاعر Auden So we will be talking in this lecture about the context of the poem introduction the setting the speaker the conflict the themes the structure the style Uh, we will discuss the literary devices of the poem. the line by line and Last, we have some questions related to the poem itself. Okay, so let's get started. The poem, the unknown citizen, al al the poet W.H. Auden. W.H. Auden was born in one thousand nine hundred and seven, and he was died in one thousand nine hundred and seventy three. Weston Hugh Auden WH هو abbreviation لإسم الكامل Weston Hugh Orin British American Poet شاعر أمريكي من أصول بريطاني The context of the poem خلينا نشوف القصيدة When it was written متى كتبت وشنو مناسبة القصيدة لما كتبت The poem was written during the beginning of the World War II كتبت القصيدة خلال بداية الحرب العالمية الثانية، خلال بدايتها. The rise of Adolf Hitler in Europe, especially Nazi Germany. يعني خلال فترة نهوض حكم أدولف هتلر، هتلر بأوروبا، الألمان النازيين، حاكم الألمان النازيين. وأيضاً and the rise of Soviet Union. وأيضاً نهوض حكم الاتحاد السوفيتي. ففترة كتابة القصيدة هي بزمن أدولف هتلر والسوفيت يونيون الاتحاد السوفيتي طبعا كان الاتحاد السوفيتي ذاك represent new form of state that is very powerful and have overwhelming control on the individual lives فكان السوفيت يونيون عنده أو يمثل a powerful a powerful state overwhelming control on the individual lives كانت دولة حاكمة قوية عندها سيطرة قوية على حيوات الأشخاص Soviet Union فالقصيدة كتبت in 1939 and it was published in 1940 طيب هذا بالنسبة للكونتكست مال القصيدة اللي هي unknown citizen خلينا نأخذ معلومات أكثر عنها الـ setting عندنا two kind of settings تمام نوع عندنا الإعداد outside the poem وعندنا inside the poem setting outside the poem is the place is, uh, between United States and United Kingdom يعني هو المكان اللي كتب به القصيدة وهذا الـ outside of the poem خارج نص القصيدة فيكون هو ببريتان وبي يو اس لأن هو كان ببريطانيا وانتقل لليو اس أما setting inside the poem أكو إعداد داخل القصيدة وهذا الإعداد هو Imaginary dystopian state، ركزوا على هذا شو هذا الاسم او هذا المكان. المكان اللي <applause> توصفه القصيدة، السيتنج اللي موجود بداخل نص القصيدة هو دولة حاكمة Imaginary خيالية وهذه الدولة dystopian، طيب شنو dystopian؟ dystopian صفة او صفة للدولة اللي بيها Much suffering, much injustice بيها ظلم ومعاناة كثيرة فاسميها dystopian يعني بائسة أو ظالمة فالsetting ما poem هو imaginary dystopian state دولة حاكمة ظالمة خيالية طيب من الspeaker in the poem representative of the state ممثل الدولة فبالنسبة لمكان القصيدة المكان اللي موجود بداخل القصيدة القصيدة هي عبارة عن ستوري عن قصة فالمكان بهذا الشعر أو بهذا القصيدة هو دولة حاكمة ظالمة اللي يتحدث بالقصيدة مو الشاعر نفسه لا أكو شخصية أخرى هو الشاعر ضافها تمام in indirect way هذا الشخص اللي يتكلم بالقصيدة هو representative of the state ممثل بالدولة تمام شخص سياسي بالدولة أو ممثل ديوان معين ممثل محكمة معينة ممثل و... يعني الشخص سياسي ممثل في الدولة الشخص اللي يتحدث راح نوضح هذا الشيء من خلال قراءتنا القصيدة أوكي الكونفلكت الصراع اللي موجود بالقصيدة عن شنو شنو الصراع طبعا القصيدة كتبت بسبب آه the, the ذا between the state and individuals. هو الصراع بين الدولة والمواطنين الدولة والأفراد أكو صراع بيناتهم فهذا الكاتب اللي هو اورين كتب هذه القصيده اللي هي parody or of elegy، يعني كتبها محاكاة سخرية من نظرة الدولة، نظرة ممثلين الدولة للمواطنين، كيف الدولة تنظر للمواطن البسيط؟ فسخرية، تمام؟ فقلنا الصراع هو between the state and individuals who are subjected to the state's rules. اللي هم أكيد يعني تحت حكم الدولة أما الفورم اللي هو شكل القصيدة parody or satire of elegy طبعا القصيدة هي elegy مرثاة تمام لأنه هذا representative of the state ممثل الدولة دا يتكلم بالقصيدة مرثاة دا يرثي شخص مواطن بسيط توفى مؤخرا لكن مو مرثاة حقيقية هو مو ضايج علي أو حزين عليه لان الشاعر نيته الانتنشن مال الاوثر هي بارودي اور ستاير يعني محاكاه سخريه او استهزاء من هاي المرثاة كيف راح نفهم من نص القصيده لان السبيكر representative ما يتعاطف مع الميت ويوصف اشياء الانسانيه او الحاجات الانسانيه يعني يوصفها بطريقه غريبه لذلك الشاعر يسخر من الطريقة اللي ينظر بها ممثل الدولة للمواطن البسيط ممثل الدولة يمثل الدولة والمواطن البسيط يمثل الشعب ككل بالمجمل الشاعر ده يوصف نظرة الحكومة للمواطنين كعام تمام؟ The whole poem is one stanza كل القصيدة هي one stanza تتكون من 29 lines stile مال القصيدة، simple words which are chosen from everyday conversations. كلمات بسيطة، مأخوذة من محادثات يومية. يعني أيضاً there were colloquial words. أكو كلمات عامية Structure. الهيكل مال القصيدة. Passive voice is used to illustrate the idea that the person is silent. طبعاً ال الشكل القصيدة، وهيكل القصيدة كتب بزمن ال Passive voice. المجهول. طيب ليش؟ هو العنوان اسمه Unknown Citizen المواطن المجهول فاستخدم هذا الاسلوب الشاعر وكأنه الدولة تعامل الشخص وكأنه هو غير موجود ما تستخدم له ضمير أوكي؟ okay. وكأنه هو الشخص صامت الدولة هي اللي تتكلم نيابة عنه هي اللي تقرر قرارات نيابة عنه It is a passive voice sentences The speaker talks about him like he is not there فالشاعر يتكلم عنه او سوري السبيكر يتكلم عنه اللي هو ريبريزنتيف اوف ذا ستيت وكانه السيتيزن هذا الانون هي از نوت ذير هو مو موجود هي از انون in ان ذا of اوف ذا بويم ذا سيتيزن هاز نو المواطن ما عنده صوت طبعا كل هذه الاشياء اللي تشوفوها حتكون اكثر وضوحا وان شاء الله هي واضحه بعد قراءه وشرح القصيده بالتفصيل تمام The, the unknown irony طبعا العنوان نفسه الـ Unknown Citizen ب Irony سخرية طيب كيف سخرية؟ Because we don't know anything about him despite the deep description of the state uh, the deep description the state gave about him يقول هنا يعني هنا شنو قصده؟ إنه القصيدة اسمها Unknown Citizen طيب يعني المواطن المجهول لكن بالقصد ما راح نشرحها راح نشوف الحكومة أو هذا الممثل بالحكومة وصف هذا الشخص المتوفي بتفاصيل كثيرة وكأنه يعرف كل شيء عنه طيب إذا أنت تعرف كل شيء عنه ليش تسميه unknown citizen فهذه سخرية هو يقول unknown وكأنه هو غير موجود على الرغم من أنه يعرف كل تفاصيله يعرف هواية أشياء عنه طيب وليش غير موجود؟ لانه نظرة الحكومة للإنسان مو كانسان، مو كبشر، تنظر إليك كرقم آه تنظر إليك كعمله بالمجتمع، كإسهامه بالمجتمع وها هي، ما تنظر لك كإنسان، لذلك نقول unknown بالنسبة للحكومة، كإنسانية، كعواطف، كمشاعر، كعائلة، هو يعني إنسان ما له قيمة، لكن كعمله وإسهامه بالمجتمع، كخدمته، هذا له قيمة. راح هذا الشيء نوضحه بالقصيدة. أما themes of the poem identity الهوية, states ideology اللي هي ايديولوجية الحك... يعني الخاصة بالدولة يعني الفكرة السياسية اللي يطبقها على الناس حتى الناس تتبناها alienation الغربة, dictatorship ديكتاتورية, capitalism and dehumanization. هذه بالنسبة للthemes راح نوضحها in the last of the lecture. فهذه هي introduction uh, about the poem. تمام اتمنى اصبحت واضحه هذه الافكار الان هذه السكند بيج هذه الصفحه بها عده اسئله عن القصيده خلوها بنهايه المحاضره الواحد نتناقش بها هسه خلينا نبلش بالقصيده تمام خلينا نبلش بالقصيده اولا نقراها وبعدها نرجع لهذه الاسئله اللي موجوده بالصفحه الثانيه الان خلي اقرا القصيده وبعدها نبدا نشرح القصيده لاين باي لاين He was found by the Bureau of Statistics to be one against whom there was no official complaint. And all the reports on his conduct agree that, in the modern sense of an old fashioned word, he was a saint. For in everything he did, he served the greater community. Except for the war till the day he retired, he worked in a factory and never got fired, but satisfied his employer. Fudge Motor Ink, yet he wasn't a scab or odd in his views, for his union reports that he paid his dues. Our reports on his union shows it was sound, and our social psychology workers found that he was popular with his mates and liked a drink. The press are convinced that he bought a paper every day. And that this, his reactions to advertisements were normal in every way. Policies taken out in his name prove that he was fully insured, and his health card shows he was once in hospital but left it cured. Both producers, re, uh, research and high grade living, declare he was fully sensible to the advantages of the instrument plan. And had everything necessary to the modern man a phonograph, a radio, a car, and a fujudeo. Our researchers into public opinion are content that he held the proper opinions for the time of year. When there was peace, he was for peace. When there were when there was war, he went. He was married and added five children to the population, which our eugenist says was the right number for a parent of his generation. And our teachers report that he never interfered with their education. Was he free? Was he happy? The question is absurd. Had anything been wrong? We should certainly have heard. هذا بالنسبة the text of the poem الآن خلي نشرح هذا اللاينات لاين باي لاين ونوضح فكرتهن الأساسية تبدأ القصيدة بهذا الاسم مثل ما تشوفونه to js slash 07 m capital 37 m this marble monument is erected by the state هو عبارة عن قبر مثل ما تشوفون شلون هذا القبر تمام unknown ومكتوب على هذا القبر هذا الاسم to JSO7M370 هذا شنو معناه هذا اسم المتوفي هذه بوحدة ترمز إلى أن الحكومة ما تهتم إلى اسم الشخص أو ما تنظر للشخص وكأنه هو عنده اسم أو عنده هوية تنظر له وكأنه هو رقم من بين آلاف الأرقام والمستندات اللي موجودة عنهم عندهم فكاتبين على القبر مو اسم الشخص الحقيقي كاتمين identification number رقم التعريفي وكانه هو مجهود وكانه ما عنده اسم او ما عنده فد ناس تعرفه فهنا الدوله القصد بهذا الرقم انه تعامل هذا الانسان كرقم ما تعامله كانسان او ايضا this marble monument هذا القبر او هذا الجريف is erected by the state تم بناؤه او اقامته بواسطه الدوله وكانه الدوله مسويه فد انجاز له تمام erected by the state. طبعا مثل ما قلنا التايتل بوحده شنو بي؟ بي ايروني لانه هو unknown مجهول لكن راح نعرف انه ايش تفاصيل كثيره راح يوصفها السبيكر ال representative of the state during the lines of the poem. اوكي. Okay. قصيدة مثل ما قلنا تتكون من 29 lines قسمناها كل عدد لاينات معين وشرحناها على حدة كل هالقصيدة ستانزة واحدة he was found by the Bureau of Statistics to be one against whom there was no official complaint. إنه هذا ش... طبعا هذا من المتكلم مثل ما قلنا representative شخص ممثل سياسي على من يتكلم على شخص على مواطن متوفي مؤخرا بهذه الدولة. أوكي. Okay. خلينا نشوف كيف هذا المواطن الريبريزنتيف ينظر لهذا المواطن يقول he was found by the bureau of statistics to be one against whom there was no official complaint تم إيجاد إنه هذا الشخص من خلال ديوان الإحصاء طبعا هذا مكتب إحصاء بالدولة تعرف هذا المكتب الإحصاء يعرف عدد الأشخاص عدد المواطنين شنو سووا هذول المواطنين بحياتهم شنو الإنجازات اللي قاموا بها فنال الممثل بالدولة شنو قال تم الإيجاد أو اكتشفنا إنه من خلال مكتب الديوان انه ماكو هذا الشخص ما عنده اي او ما عليه اي شكوى رسميه، وان against whom there was no official complaint، انه ما لقينا ضده ولا شكوى رسميه واحده، no official complaint تمام؟ فاول شيء ابتدات به الدوله او هذا الممثل يعني ما همنا ما اهتم اسمه اهتم لعائلته، لاطفاله آه انجازاته بالحياه لا اهم شيء عندهم انه هو ما عليه شكوى ما مسوي فت خطا في المجتمع. Then and all the reports on his conduct agree that in the modern sense of an old fashioned word he was a saint. وكل التقارير تثبت وتتفق على بمفهوم الرجل الحديث انه هو شخص قديس كلمة old fashioned word كلمة قديمة يستخدمها لشخص المبجل فقال هو كان قديس طبعا ما يقصد قديس ان religious concept بمعنى ديني لا قديس يقصد انه هو ما عنده أخطاء بالمجتمع ما ما خالف نظام الدولة ما عصى أوامرها ونفذ كل شيء قالتها الدولة لذلك سموه سينت وعندنا متافور for in everything he did he served the greater community وكل شيء فعله بحياته هو خدم the greater community اللي هي المصلحة العامة طبعا قبل لا نشرح هو الكلام واضح أساسا أنه يقصد أنه هذا الشخص ما عليه شكوى عرفنا من خلال ديوان الاحصاء ما عليه شكوى وكل التقارير تثبت انه هو رجل قدّيس رجل نبيل ما عنده اخطاء ما عنده عصيان للدوله he was obedient وكل شيء سواه هو لخدمه الجريتر greater المصلحه العامه. خليني نقرا الشرح. The poem begins with inscription that looks to be an identification number فقلنا القصيده تبدا برقم وهذا الرقم هو identification number رقم متوفي التعريفي وكأنه ما عنده اسم The poet wants to tell us that the state deals with us as numbers not as people فالشاعر أراد أن يخبرنا أن الدولة تتعامل معنا وكأنه إحنا أرقام وليس بشر This marble monument has been created by the state to commemorate JS 07M378 إنه هذا الجريف هذا القبر هذا النصب هذا النصب تم اقامته بواسطه الدوله حتى تحيي ذكرى هذا الشخص شنو اسم هذا الشخص ما نعرف اسمه لكن عنده رقم تعريفي identification number according to the bureau of statistics nobody ever made a formal complaint about him بوفقا لديوان الاحصاء انه ماكو احد قدم فتشكوى رسميه ضده معناه هو ما عصى احد ما عصى القانون The other reports about his behavior all say that he was basically the perfect citizen. وكل التقارير تقول على أسلوبه على سلوكه بالمجتمع أنه هو كان المواطن المثالي. طبعا هو المواطن المثالي بالنسبة للدولة. أوكي؟ يعني شنو؟ يعني ما عصى الدولة، ما ظهر على الدولة، أي قرارات اتخذتها الدولة وافق عليها بدون أي ردة فعل. فهذا يسمونه perfect citizen تمام Because he did everything he was supposed to do in order to serve this society, then mufta al-kulshi he was supposed to do in order to serve the society, to serve the greater community, and this is exactly what matters for the government, the representative of the state. Then, the unknown citizen, taban, is a sinister allergy. delivered by the government for a man who has recently died. تابعونا. هذه ال unknown citizen هي مرثاه، لكن هذه المرثاه شريره بمنظور شرير. delivered by the government for a man، يعني تم نقلها من خلال يعني بواسطه الحكومه لشخص توفى مؤخرا، مواطن عادي. ليش شريرة؟ لأنه هي المفروض تكون مرثاة توصف حال الشخص الأشياء الجيدة اللي قام بها مو توصف أنه هو عامل الدولة بشكل جيد أو نظامها أو ما أثر على الدولة يعني أنت بهاي الطريقة هاي نظرة سياسية نظرة يعني ذات مصلحة خاصة للدولة مو مصلحة عامة زين فهاي نظرة شريرة المرثاة أكيد مو بهاي الطريقة المفروض تكون زين This isn't an id This isn't an unidentified man هذا مو شخص غير معرف العنوان unknown بس بالحقيقة هو known هو معروف هذا الشخص لأنه احنا كل تفاصيله هسه نقراها شنو سوى ما مسوي خطأ ما هاي لكن هو من قال unknown بالمعنى الإنساني هو unknown حكومة تنظر له وكأنه هو unknown Okay, but rather one whom the government seems to know everything about. لكن يبدو وكأن الحكومة تعرف كل شيء عنا. The poem even begins with an inscription that looks to be some sort of an identification number. قلنا إنه إنه شو اسمه القصيدة ابتدأت ب identification number يعني حتى تعرف رقم التعريفي رقم الهوية. The poem opens by offering a general report about the man's life. فالقصيدة ابتدأت بتقديم تقرير عام عن حياة هذا الشخص A specific institution offering its creepy approval of the man for behaving in the correct way A specific institution مؤسسة محددة يا مؤسسة اللي هي Bureau of Statistics هذه مؤسسة هي قدمت يعني رضاها على هذا الشخص رضاها المخيف على هذا الشخص انه هو اتصرف بشكل جيد تمام يعني لو مخالف هذا الشخص كان ما انطته approval This praise is of course steeped in irony وهذا المدح أو هذا الثناء أو هذا الرثاء لهذا الشخص هو عبارة عن irony سخرية هذا مو حقيقي لأنه الرثاء مو بهاي الطريقة تمام مو تباوع لجانب لشلس... ل... ل... الشخص يعني تعامله وياك او مصلحتك او تضارب بمصلحتك يعني على سبيل المثال خلي انطي مثال سريع انه اني مثلا شخص مو زين وكل الناس مو زين فهو بس وياي زين اوكي فلما توفى انا اقول هذا خوش شخص شخص محترم ومقدر هذه صارت مصلحه لانه هو زين وياي انا قلت خوش خوش انسان يمكن لانه هو هم عنده مصلحه وياي فالقصد انه هو بالعام هو مو زين فالحاله تنطبق هنا انه هو هذا الشخص لانه زين الحكومه الناس تم الحكومه تنظر بهاي النظره نظره سياسيه نظره حكوميه ما نظره للاشياء الاخرى يمكن هو يكون زين ويمكن يكون مو زيان. يمكن اكو هاي اشياء جيده سواها للمجتمع ما راح يهتموا لها لان اللي يهمهم مو المجتمع ما يهم خدمته للمجتمع بقدر خدمته لهم اوكي حتى قبل شويه من ذكروا انه هو سيرف ذا جريتر كوميونتي المصلحه العامه ترى المصلحة العامة مو مصلحة المجتمع يقصدوها السياسيين، لا مصلحتهم هم، هم مصلحتهم يسموها المصلحة العامة. هاي الفكرة. اوكي. Okay. It is the Bureau of Statistics that offers the dead man the high praise that there was no official complaint. فهذه المؤسسة هي ديوان الإحصاء هي اللي تقدم هذا الثناء على هذا الشخص المتوفي أنه هو ما عليه فد شكوى رسمية. he never did anything to upset the system. لاحظوا هنا ما فعل اي شيء حتى يزعج النظام نظام الدولة. The fact that this ultimate judgment is issued by this institution وهذا الحكم تم اطلاقه تم اصداره بواسطة هذه المؤسسة. speaks to a particular ideology about human life and society واللي هي اصلا هذه المؤسسة تتبنى ايديولوجي معينة. فكرة سياسية معينة تنظر لهذا الشخص مثل ما حكينا over and over انه عندها concept about the greater community، فد مفهوم عن المصلحة العامة، أده concept about the perfect citizen، عن المواطن الجيد. اوكي وهذا الكونسيبت مالتها ما ينطبق على كل المواطنين لان هم يبغون فقط لمصلحتهم الخاصة. اوكي؟ about uh, that is can be measured and understood and even improved by the scientific statistical analysis, implying that there is no part of a human being cannot be quantified. هذا يشير إلى أنه ماكو شيء بالدولة ماكو مواطن بالدولة ماكو صغير أو كبير أو شيء أو عاقل أو غير عاقل لا لا يمكن إحصائه بالنسبة للدولة. الدولة تعتبر كل شيء موجود بها أرقام تتعامل مع الناس كأرقام. تتعامل مع الحيوانات كارقام تتعامل مع كل شيء كارقام زين الان آه طبعا هذه فور لاينز خلينا نكملها طبعا هذه تكمل الشرح خلينا نشوف شنو بيها lines 3 and 4 then state the numerous reports of the man's conduct agree that he was a saint انه كان شخص قديس وضحنا هذا الشيء ليش؟ لانه هو شخص ما عصى الدوله and was a faithful servant for the greater community كان شخص مؤمن للمصلحه العامه ومثل ما قلنا المصلحه العامه هي مو مصلحه المجتمع بالحقيقه لان المصلحه العامه بالنسبه للدوله هي مصلحه الدوله itself ديل هير بيلز ا ديستوبيا يعني هنا uh, اودن يبني فد صوره واسعه لهذا الديستوبيا ظلم اوف سيرفيلنس يعني مراقبه مراقبه شريره مراقبه بعين ليست انسانيه ليست ذات طابع انساني لذلك <tum> the dead man is a saint, not in the religious sense., in Qudis, الديني, but in his obedience to the state. is a saint, placing the state in a powerful role akin to the, that of God in earlier centuries. Had هذه the first five lines. اوكي سو ليتس كونتينيو خلينا نشوف بقيه القصيده طبعا القصه تتخذ نفس النهج except for the war till the day he retired يقول ما عدا الحرب بقى حتى لحد اليوم اللي هو تقاعد به تمام يعني بقى ما ما راح او عاف الحرب او شرد تمام بقى in the military service he worked in a factory and never got fired وايضا عمل بمصنع وما طرد من هذا المصنع ابد، هذا يثبت انه هو شخص صالح بالمصنع، فمثل ما قلنا الدولة تنظر للشخص كإنتاج تمام فقط مو أكثر، ما تنظر لحاجات الإنسانية. But satisfied his employers وأرضى الموظفين، يعني عامل الموظفين بشكل جيد وأرضاهم وطاعهم، أوكي؟ الطاعة الأوبيدينس، فهنا هم ينظرون للشخص خلال طاعته للنظام، طاعته للدولة، طاعته لمصانع الدولة وهكذا. طبعا هذا المصنع اللي اشتغل به اللي عمل به هذا الشخص المتوفي مؤخرا اسم المصنع Fudge Motors Inc. وهذه Illusion اشارة هاي literary device طبعا Illusion طيب هاي Illusion المينو راح نوضح بالشرح. يقول lines 6 8 provide more detail about the unknown citizen's life. هذه اللاينات توفر لي تفاصيل اكثر عن حياه هذا المواطن المجهول they describe a life of a drudging ordinariness this man apparently having held the same job in a factory for his entire life right up till the day he retired يعني هذه القصيده توصف حياه عاديه لشخص عادي انه من الواضح هذا الشخص عمل بوظيفه same job نفس الوظيفه in a factory بمصنع لحد اليوم اللي هو تقاعد فيه his entire life the man the dead man was just like a machine وكأنه okay, هو آله اوكي okay. the dead man specifically worked for fudge motors inc وهذا الشخص المتوفي عمل لهذا الشركه هذه الشركه اسمها fudge motors inc طيب هذه الشركه شنو شنو من شركة؟ باو. A name which is probably an allusion to the Ford Motor Company. شركة فورد. شركة فورد. أكيد كل إحنا نعرف شركة فورد المشهورة العالمية. فهذه إشارة لشركة فورد. Allusion. The poet mentioned Ford Company. طيب ليش الشاعر ذكر هذه الشركة بالخصوص؟ أكو فكرة هنا أنا. راح ننطلق عليها. Because he wants to tell that the human has less importance. لإنه the contribution of the world. لأن هنا الشخص هذا الشخص المتوفي يثبت أن وظيفته بهذه الشركة معناها أن الإنسان بشكل عام بالنسبة للدولة ينطوفد أهمية قليلة لمساهمته في هذا العالم طيب أنت تشتغل بتعمل بشركة ليش وظيفتك أو ليش مساهمتك بالعالم قليلة لأن هذه الشركة تحمل آلاف العاملين وكل عامل يقوم بجزء صغير من العمل يعني على سبيل المثال ي... مثلا يصبغ قطعة من سيارة أو قطعة من دراجة يركب في شيء بسيط فكل شخص آلاف العاملين فهذه تنطي لكل شخص قيمة بسيطة قيمة رديئة ب... بمقارنة مع إسهام الكل في المجتمع أوكي؟ لذلك قامنا بهذه الشركة لأن الشركات اللي بها الاف العاملين راح يكون العامل وظيفته بسيطه وبهالحاله حيكون his contribution to the world is should be less قليل زين هنري فورد the real company's founder طبعا مؤسس هذه الشركه اسمه هنري فورد is credited for developing the mass production model طبعا هذه الاشياء اللي ينتجها doesn't matter these operations run like a clock work هذه العمليات اللي بالشركة بالمصنع تشتغل وتعمل على طول الساعة clock يعني طول الوقت تشتغل 24 ساعة باليوم تمام فالقصد انه هناك شلون يعاملون الناس as machines كآلات not as humans the build of a car divided up into small repetitive tasks فبناء سيارة معينة بهذا المصنع شبي divided up يعني يتقسم إلى مهام صغيرة مهام صغيرة متكررة مثل ما وضعنا قبل شوية مهام صغيرة لدرجة أنه شخص يحس نفسه ما له قيمة بالمصنع وإذا يروح يتبدل ببساطة بشخص آخر وكأنه ما إلى أي أهمية في هذا المصنع OK, and that's kind of what's being suggested here that the dead man's factory work exemplifies his general conformity. هذا شنو conformity؟ يعني مطابقته أو توافقه في المصنع. تنظر له وكأنه هو شخص عنده فد آه يعني عنده فد أهمية بس أهمية بسيطة. عندك كونفورميتي ملائم عنده تلاؤم بالمجتمع بهذا المصنع واذا راح نقدر نبدله بكل بساطه for the mention of Fudge Motors Inc also speaks to the role of a huge global uh, corporations as a kind of collaborator with the state يعني لها دور بمساعدتها للدوله واسهامها بتطوير وتقدم الدوله وشنو يقول ايضا there is no space for individual creativity وماكو مساحة للإبداعية الفردية يعني الشخص ما راح يبدع يبدع إذا هو عنده فد small repetitive tasks عنده فد مهمة بسيطة صغيرة ما ينطو مجال أو مساحة للإبداع لأنه إذا انطوه مساحة للإبداع راح يكون مؤثر بالمصنع وهم ما يريدون ما يكون مؤثر يريدون يكون replaceable يعني قابل للاستبدال ببساطة and definitely no outlet for questioning the dominant way of life وأيضا ماكو مخرج حتى تتساءل أو تناقش الطريقة المهيمنة في الحياة طريقة الديستوبيان way both the state and the corporations are too big to argue with وكلا الدولة والكوربوريشنز فت يعني فشيء كبير حتى انت تجادله انت ما تجادلهم هذوله You uh, obey them line 7 and 8 show a rare innocence of sound patterning in the poem uh, these consonants f for the literary device a consonant sound f like in factory fired satisfied and the company together hinting at the powder held by the fudge motors inc صوتي بهذه اللاينات اللي الكلمات اللي كاتبها الشاعر حتى تكون يعني شلون بنقول اكو فد ريذم مع اسم الشركه فاج موتورز انك although the life of the unknown citizen just like he is to the state to the factory he is just a number not a person وايضا هو كان هذا الشخص مو بس بالنسبه للدوله رقم حتى بالنسبه للمصنع هو كان عباره عن رقم and that's all طيب هسه كمان من هذه الستانزه وايضا واضح مثل ما تشوفون شرح كثير لكن حتى شنو؟ to solidify the information in your brains guys. So pay attention for the details because they are really important. عندنا الان nine, uh, line 9 yet he wasn't a scab or odd in his views for his union reports that he paid his dues. نادى يقول انه هو ما كان شخص غريب او مخالف بنظراته بارائه هذا الشخص المتوفي ما كان غريب أو مخالف بآرائه حسب قوانين الدولة أو الشركة هذه نفسها كان متوافق معها for his union reports that he pays, he paid his dues. ودفع الضرائب قدم الواجبات اللي عليه ما خالفها our report our report on his union shows it was sound and our so social psychology workers found that he was popular with his mates and liked a drink يعني هذه التقارير تقارير الاتحاد و, و uh, social psychology workers العاملين ال ال المجتمعيين هذه كلها وجدوا انه هو كان شخص popular معروف with his mates مع زملائه and liked a drink كان يتسكع معهم لأوقات فالقصد أنه هو ينظر له أيضا من جانب سياسي إنه ما كان شخص غريب كان يدفع واجباته ديونه يقوم بوظائفه التقارير ومش يقولون ما يقولون انه الناس قالت او فلان قال او زملاء او اصدقاء قالوا يقولون التقارير قالت الصحافة قالت الاتحاد قال نظرة سياسية بحته اوكي okay. خلينا نكمل شرح هذه اللاينات The state delivered elegy goes through a full appraisal of the unknown citizen's life فهنا قلنا احنا انه الدولة تقدم فد مرثاة لكن هذه المرثاة goes through a satire a parody يعني تمر من خلال محاكاة سخرية مو real elegy to a dead person like usual لا هذه بها satire بها parody بها محاكاة سخرية للـ unknown citizen assessing each aspect of his existence دي يقيمون كل جانب من وجوده and offering praise for how he lived in accordance with the state's expectations بحيث يقدموا له ثناء ثناء يعني مدح على الطريقة اللي عاشها حسب شنو؟ حسب توقعات الدولة، كيف الدولة تتوقع المواطن يكون؟ تمام؟ إذا كان هذا المواطن حسب the state's expectations راح يكون perfect citizen. بس if not ما راح يكون perfect citizen. زين. Now the poem moves on from the dead man's working life to a, fo uh, to a focus on his views. فالدور انتقلنا من عمله بالمصنع قبل قليل لنظراته وأراءه بالمجتمع مثل ما قلنا إنه آراء ما كانت غريبة and social interactions وتعامله أو تفاعله الاجتماعي كيف كانت علاقته مع الناس مع المجتمع مع السياسيين his views weren't odd آراء نظراته آه يعني ما كانت غريبة they were exactly as expected. كانت بالضبط كما متوقعة by the state and he wasn't a scab وما كان مخالف which is a word for a worker who breaks وهي كلمة توصف شخص يعني اللي خالف القوانين on يعني خالف القوانين ما يطيحها on the contrary his union reports testify that the man never rocked the boat sorry the boat فأيضا ال 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 التقابيل، تقابل الاتحاد أيضا صرحت واختبرت إنه هذا الشخص never rocked the boat يعني ما خالف زين. الآن uh, union is a collective of workers طبعا الاتحاد هو عبارة عن مجموعة أو جمع من العاملين usually organized to give them greater power against large companies by joining forces. هي عباره قلنا يونيون هو اتحاد، اتحاد نعرفه هو مجموعه من الاشخاص، مجموعه من العاملين اللي يكونون منظمين حتى يعطون فت قوه لهذه الشركه المعينه ضد شركات اخرى. even the union itself has a report from a higher authority to show that it is obedient and reliable. يعني حتى هذا الاتحاد نفسه اظهر انه هو كان مطيع و قابل للاعتماد عليه هذا المواطن نظره سياسيه بحته. Now so the man is a popular, sorry, the man is popular and likes a drink. هذا الشخص كان معروف ويعني يتسكع مع his mates، طبعا كلمه mates هذا colloquial word, but only in so far is as the state allows him يعني هو كان اوكي okay, هو كان يتسكع مع زملائه واصدقائه ياخذ مشروب لكن شنو؟ للحد اللي تسمح به الدوله مو على وقته وعلى مزاج الدوله تعطيه سبيسيفيك تايم حتى شنو؟ حتى تظهر انه هي مهتمه بالجوانب الليجر تايم اوقات الترفيه بالنسبه للبيبل للسيتيزنز اوكي؟ وهذه فد يعني هذه فالطريقه حقيره تستخدم الشخص تستخدمه use the person and use the person exploit the person وبعدين تنطي وقت قليل يتسكع به وتنطي أموال قليلة وهذه الأموال مقابلها شنو مقابلها إيجارات عالية ضرائب عالية and so on يعني dystopian country dystopian state A degree of social life is permitted because it probably makes a rebellion less likely. وأيضا يعطون هذه درجة من الحياة الاجتماعية ليش ينطونه؟ خلوه يتسكع يطلع لأنه إذا ما ينطوه فد وقت قليل يتسكع به وينطوه حياة اجتماعية هذا ممكن يسبب ثورة سوري فهم مو على موده لا هم حتى ما تصير ثورة إذا كله شغل 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 وطاعة حتصير ثورة عليهم فشوف انظر كيف التفكير يكون They use of the colloquial English term of affection كلمة العامية اللي هي mates معناها الزملاء Can is especially sin sister, يعني شريرة الكلمة. Whereas hanging out with the friends is part of what makes human life worth living. عمل عمل. His life doesn't worth to to live, right? So here it is, just part of the overall picture of the, being a loyal and unthinking citizen. and and thinking يعني ما يتفكر ما يتساءل ما يناقش he just obeys and that's all الآن ننتقل إلى اللاينات اللي بعدنا بعدهن هنا اللي يقول the press are convinced that he bought a paper every day الصحافة مقتنعة أو صرحت إنه إنه هي تعرف إنه هذا الشخص bought a paper every day اشترى صحيفة كل يوم لأن الصحافة هي دو يعني خاضعة لرقابة الدولة تحت سلطة الدولة فالدولة شنو؟ تنشر ما تريد أن يقرأه المواطن حسب رأيها تنشر الأفكار اللي تناسب الدولة فهنا الصحافة شو تقول؟ أنه هذا المواطن يشتري صحيفة كل يوم معناه شنو؟ يطيع الدولة

ان هو كان انشورد يعني شنو انشورد يعني مؤمن عنده ضمان تمام وحتى ايش ذكره هنا ان هيز هيلث كارد وبطاقه الصحه ايش بيها شوز هي واز وانس ان هوسبيتال كان مره بالمستشفى بات هي لافت كيورد يعني وغادر المستشفى مشافى يعني هم دا يقولون وكأنهم هم مجملينه تقول انه هذا الشخص عنده ضمان وعنده هيلث كارد ومره دخل للمستشفى وطلع منها وهو مشافى يعني احنا الشافي انا, أنا. فهذه هذه مرثات الدوله للمواطن هي ينظروا له هذه الجريت الالوجي باي ذا باوت اودن نقلت في صوره شعريه حقيقيه نعيشها لحد هذه اللحظه زين خلينا نوضح هذه اللاينات قد نشوف شنو بيها طبعا كلامها واضح فشرح ما خليته هواية جدا لأنه أفكارها واضحة lines 14 and 15 discuss the unknown citizens relationship to the media هذه اللاينات تناقش علاقة المواطن المجهول بالميديا بالصحافة the capitalization of the press press هي الصحافة suggesting that the news like everything else is state controlled إن الصحافة مثل كل شيء آخر يتم السيطرة عليه من خلال الولاية زين The dead man is praised for having kept up to date with the propaganda of the era من هذا القصد من هذا اللاين إنه هذا المتوفي بقى ملتزم بشكل يومي مع الأخبار اليومية مع الأخبار السياسية السائدة يوميا تمام؟ فهذا القصد وهذا أيضا راح يعزز فكر هذا المواطن مع الفكر السياسي يعني كيف لازم يتصرف. And for reacting normally to the advertisements إنه هذا الشخص أيضا تفاعل بشكل أو كانت ردة فعله Once again, the state shows itself encroaching into eras of life that it, that it shouldn't. Having an opinion is entirely meaningless, if everyone is made expected to think the same thing. Line 16 and 17, policies take out, left it cured. Briefly switches the focus to the dead man's health insurance. You could have a line, the taken out. cured يسوي في التبديل بتركيز السبيكر من حياة الشسمة من الشخص المتوفي إلى شنو إلى ال health insurance يعني وكأنهم عندهم ال health insurance اللي هو الضمان الصحي للمواطن فالشيء إنهم مجملين بمجتمع وهذا في يعني يجب أن to be mentioned anyway the fact that the unknown citizen once went to hospital إنه هذا المواطن مجهول مرة ذهب إلى مستشفى but left cured وغادرها مشافى could tell a more ominous story than it first appears هذه اللاينات جايز بسيطة واضحة ما بها أي شيء مثل ما تكلمنا كالعادة انه مثل ما هذه المعلومات المتكرره انه كيف الحكومه تنظر الى المواطن كانه هو رقم تنظر له من خلال مؤسسات الدوله فقط and so on طيب نكمل both producers research and high grade living declare طبعا هذه ايضا مؤسسه research and high grade uh, he was fully sensible to the advantages of the installment plan يقول هنا both producers كلا المنتجين منتجين research and high grade living declare شبيها he was fully sensible to the advantages of the installment plan وكان أيضا شخص عقلاني لفوائد فوائد إيش installment plan طيب شنو هاي الخطة اللي يتكلم عنها شنو فوائدها طبعا هذه illusion

يمتلك كل شيء ضروري كشخص حديث طبعا هذا المودرن مان صار صار مفهوم انه الشخص الحديث عنده فد مواصفات معينه وانت لازم ترتقي للشخص الحديث اللي هو يتبع الدولة يتبع نظام الدولة عنده فونوغراف عنده راديو عنده كار عنده فريجيدير تمام فهذه مواصفات الرجل الحديث اوكي المودرن مان فصار كونسبت ال بهذا العصر خلينا نوضح هذه اللاينات ونشوف ايضا هذا الالوجن شنو يقصد بها إنستلمنت بلان يقول lines 1828. focus on two further aspects of the unknown citizen's life تركز لي على جانبين آخرين من حياة المواطن المجهول two ominous standing state institutions يعني مؤسستين من مؤسسات الدولة بالاضافة الى مؤسسات الأخرى اللي تكلمنا عنها. ركزوا على هذه المؤسسات جدا مهمة. راح تشوفوها Capitalize. حروفها كبيرة. اللي هي Producer's Research and High Grade Living. طيب. هذه المؤسسات شبيها؟ Are involved offering their approval of the dead man's attitude and behavior. هذه المؤسسات تعطي رضاها وموافقتها على أن هذا الشخص كان شخص جيد وحسن السلوك والتصرف أوكي okay. What's interesting about the audience picture of dystopia is that it seems to combine aspects of both American and Soviet state ideology. يقول ما هو مهم أو ما هو مثير للإهتمام بصورة أودن الصورة اللي رسمها أودن اللي هو الأوثر الشاعر عن الديستوبيا اللي هو الظلم الديستوبيان كونتري او ستيت شنو هذه الصوره المثيره للاهتمام؟ It seems to combine انه شاعر هنا دمج دمج وات؟ Aspects of both American and Soviet state ideology دمج الايديولوجيه الاتحاد السوفيتي والامريكيه اوكي دمج هذه الايديولوجيه، الايديولوجيه يقصد بها الفكره او الصوره اللي يقنع بها اللي تقنع بها الحكومه المواطن يعني شنو الايديولوجيه؟ على سبيل المثال مثلا آه خلينا ناخذ مثال فالدوله من نسمي دوله معينه هذه الدوله شو تسوي؟ تهجم على دول اخرى وتحتلها اكيد راح يروحون اموات فايش راح تسوي هذه الدوله؟ راح تجيب نصب تذكاوي لهذول الاموات وتخليهم بمركز مدينه معينه وتكتب عليهم كتابات انه هذول شهداء، هذول زهقوا دمائهم من اجل الوطن وهذه الامور، فهنا يزرعون فد فكره ايديولوجي، فكره سياسيه، هو هذا الشخص اصلا مات بظلم، هم اصلا راحوا يحتلون دوله. مو شهيد هو اصلا راح الدوله بس هذه الفكره يطوها للمواطنين الاخرين انه هذا الشخص شهيد ومن تموت راح يكون لك تمثال الناس راح تتكلم عنك كلمات طيبه فهذه الايديولوجي هذا اللي يقصد بها فكره سياسيه تقنع بها المواطن أن الاشياء السيئه اشياء جيده طيب فيقول الصورة اللي أخذها أودن من both Soviet Union and America so these were The two biggest states at the time Auden was writing. فكانت هذه اكبر الدول، اكبر حكم, خلينا نقول مو دول, اكبر حكم وأقوى حكم بالزمن اللي كان Auden write his poem. Though the poem preemed uh, the Cold War, ايضا الحرب البارده انذاك, the ongoing psychological and ideological conflict between the two super, super wars. شوفوا هنا شنو الحرب البارده ايضا وقتها كان فيها فد صراع ايديولوجي صراع نفسي صراع معنوي وصراع جسدي لكل هذه القوتين تمام it combines elements from the both sides of the div uh, dividing line ف when the dead citizen is described as a proven of the installment plan باو عندنا هذه الالوجن اللي قبل شوي ذكرنا عليها هذا الكلام سردي يعني فكرة عامة عن صورة أودن هسه نجي للألوجن قلنا هنا عندنا ألوجن إنه كان هذا الشخص had everything necessary to the modern man العفو قبلها he was fully sensible to the advantages of the instrument plan يعني كان شخص واعي عقلاني بفوائد هذه الخطة أي خطة يقصد بها خلينا نشوف يقول، it's probably an illusion to the five-year plans. هذه كانت عبارة عن إشارة لخطة الخمس سنوات، for economic and social development imposed on citizens by the Soviet Union. كانت فت خطة استمرت خمس سنوات ل Uh, التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي تم فرضه على المواطنين من قبل الاتحاد السوفيتي. هذه ممكن تبحثون عنها اكثر، لكن المهم ان تذكرون انه هذا illusion refers to the Soviet Union when they imposed an economic and social development on citizens. The Russian citizens. Okay. But lines 20 and 21 shift to something that seems much more in line with the ideology of the American dream, capitalism and consumerism. طبعا الايديولوجيه الامريكيه ايضا تنظر للمواطن على انه هو سلعه وهذه السلعه او هو تنظر الى بنظره سلعه وبجانب اخر تنظر الى بنظره مستهلك تمام؟ يحاولون بقدر الامكان يخلون هذا المواطن يستهلك ويستهلك مقابل الاستهلاك شكو اكو فد مال مال راح يحصله هذا مال من يحصله من خلال العمل فهم يستهلكونه يعاملوه كسلعه يستهلكونه بالعمل حتى هو يستهلك الاشياء اللي توفرها الدوله تمام هذا كابيتالزم اند الاستهلاكيه The American vision of 20 20th, 20th century modernity was very much based on an individual being able to acquire possessions the right, uh, the right car and all the trappings of a modern home here a fridge in record player هنا يقول هنا قلنا احنا كل الاشياء يعني اختصار لهذا الكلام انه كان هذا الشخص يمتلك كل الاشياء الضرورية اللي يمتلكها الشخص الحديث الرجل الحديث أوكي حس الحداثة مثل فونوغراف راديو كار فريج فيقصد إنه يمتلك هذه الأشياء لأن الشخص اللي ما يمتلكهن هذا شنو هذا مو شخص حديث هذا old fashioned man أوكي فهذا قصد الشرح هنا أنا. حتى ما نطول أكثر لأن عندنا واي كلام خلي نوضح آه هذه الستانزة أو سوري، هذه lines our researchers into public opinion are content يقول باحثينا في public opinion الآراء العامة هذه أيضا مؤسسة تشوفون كل الcapitalized words هذه معناها institutions فهذه مؤسسة مؤسسة الرأي العام are content كانت راضية أو هي راضية that he held the proper opinions for the time of year بحيث كان عنده آراء مناسبة بوقته آراء مناسبة آراء مو معارضة when there was peace انتبهوا لهذه الفقرة when there was peace he was for peace when there was war he went لما كان أكو حرب هو ذهب إلى الحرب sorry when uh, لما كان أكو سلام peace هو كان مع السلام when there was war ولما كان أكو حرب he went هو ذهب إلى الحرب يعني شنو تقول الدولة هو وياها either ways he was married and added five children to the population. وأخيرا ذكروا عائلته وأطفاله وزوجته، لكن انظروا للطريقة اللي ذكروا بها عائلته. He was married كان متزوج and added five children to the population وأضاف خمس أطفال للتعداد السكاني اللي هم, هم مو زواجه ولا أطفاله. Neither of them. No, what really matters for them is the number of population in the state. الإحصاء السكاني بالنسبة للدولة. which our eugenist اللي هو احتساب النسب محتسبين النسب شو يقولون says was the right number for a parent of his generation كان هذا الرقم المناسب لوالد بجيله ب generation يعني هذا الرقم هو ما خالفه يعني حتى رقم الجينيريشن التعداد العائلي كان المفروض ينجب خمس اطفال وهو بالفعل انجب خمس اطفال ما خالفه وكأنه يثنون عليه انه هو ما خالف القانون. And our teachers report that he never interfered with their education وانظروا لهذه الصوره وايضا معلمينا او مدرسين المدارس آه شنو آه قالوا انه هو ابد ما تدخل بتعليمهم يعني the system the state educates his children as they content as they like تمام بالشيء اللي يحبونه فهذه صورة جدا مهمة pay attention for it هنا يقول lines 22 to 27 continue the speaker's list of all the ways that the dead man was ideal citizen استمرت بالتوضيح قائمة المتحدث بكل الأشياء اللي كان بها هذا المواطن تثبت انه هذا المواطن هو مواطن مثالي Another research in institution اللي هي مؤسسة أخرى this time called public opinion اللي هي آراء الآراء العامة مثل ما تشوفون اللي يقدم موافقة لهذا المواطن وأنه هو مواطن perfect citizen هي in institutions مؤسسات assesses the properness of people's thoughts and feelings هذه تقيم شنو؟ تقيم صحة مشاعر وأفكار الناس هي تقيمها أو, أو تقيم تناسبها مع المجتمع يعني حتى فكرك أنت مسيطر عليه is been controlled okay your feelings is been controlled has been controlled تمام so the state watches its citizens to make sure they are thinking anything out of out of line الآن الحكومة تنظر للشخص للمواطن وتتأكد to make sure ما يفكرون ما يفكرون out of line. ما يفكرون افكار خارجه عن الحد. يا لاين the lines that were set by the state. اللاينز اللي حددوها واللي تم وضعها بواسطه الحكومه. اوكي okay. وين وصلنا؟ Anything that might evolve into a threat to the government لانه كل شيء ممكن يشكل تهديد للحكومه، الافكار الافعال. فهم شنو يسيطرون عليها the speaker also adds the that the man held the right opinions for the time of year أنه أيضا يحمل آراء مناسبة آراء صحيحة لهذا الوقت من العام شنو معناها meaning that the unknown citizen knew when and how he was required to change what he thought أنه المواطن يعرف لأنه كل سنة لها أفكارها لها سياستها لها its views اوكي okay. نظراتها واراء فالقصد انه نال المواطن يعرف ايش وقت اكزاكتلي وكيف يغير افكاره حسب ال الوقت اللي هو بيه وحسب ما مطلوب من عنده as line 24 makes it clear the unknown citizen always conformed to the correct official official line طيب when the state says peace the obedient citizen says peace لما الدولة تقول سلام فالمواطن الطائع يقول سلام. two and the same applies to war ونفس الشيء ينطبق على الحرب اذا تقول الدولة حرب انت تذهب للحرب. furthermore a good citizen fights for his state whenever it is required. لان المواطن الجيد يحارب لدولته whenever it's required اينما يكون مطلوب من عندك تحارب. without questioning whether it is right to do so بدون ان تناقش او تسال اذا كان من الصحيح او من الخاطئ انه اني احارب انت شو يقول لك تسوي directly without questioning nothing is based on an individual's own sense of ethics or morality ماكو شيء مبني على اخلاق وعرقيه الشخص نفسه لا نهائيا not at Instead, they are just meant to follow along with the official instruction. هم فقط لازم يتابعون التعليمات كما تقال لهم. Lines 25, 27 then deal with the unknown citizen's family legacy. تتعامل مع عائلة الشخص مثل ما قلنا عائلة الشخص انه هو عنده right number for the population. يعني ما تجاوز على الرقم تعداد uh, التعداد السكاني who succeeds him after he is gone and this is everything uh, and this as in everything else the man lived according to the state's requirements إنه الشخص هذا المتوفي عاش حسب متطلبات الدوله he had the right number of children as required هذا الشيء المهم اللي لازم تركزون عليه and never interfered with the education okay وما دخل بتعليمهم يعلمون الاطفال whatever they like اوكي. Okay. The reference of uh, eugenics is particularly dark and sinister. طبعا هذا ذكر او مرجع طبعا هنا احنا عندنا فد مرجع ذكرناه اللي هو او شاع ذكره اللي هو uh, eugenics اللي هو احتساب النسب. احتساب, احتساب النسب هذا فد فكره مظلمه مخيفه وشريره. يسيطرون على عدد الس, عدد السكان، عدد الافراد اللي لازم انت تنجبهم Oh Eugenics is the view that humanity can be improved by top-down genetic organization. For example, making it illegal for people of law IQ to reproduce. This kind of twisted ideology which always rests on false notions of superiority, inferiority. was part of thinking behind several humankind's worst atrocities, including the holocaust. هنا القصد انهم ما يسيطرون على اعداد السكان لاسباب مستقبليه، لاسباب يعني لاغراض شريره مستقبليه، تمام؟ يعني بسبب بعض القوانين وال يعني غذاء، حمايه، ما اعرف شنو هاي الامور الاخرى. خلينا نكمل اخر 2 لاينز بالقصيده من مثل ما قلنا انه القصيده تتكون من 29 لاينز هذا السؤال بلاغي اخر شيء سال الشاعر شنو قال؟ Was he free؟ هل كان هل كان حر هذا الشخص؟ Was he happy؟ هل كان سعيد؟ The question is absurd السؤال عبثي هذا هذا rhetorical كويستشن سؤال بلاغي ما يتطلب جواب فقط exclamatory reasons اسباب تعجبيه يقول هذا الشخص هل كان حر كان سعيد هذا سؤال عبثي had anything been wrong we should certainly have heard هل اكو شيء أخ... اكو شيء خاطئ لو اكو شيء خاطئ we should certainly have heard لكن سمعنا احنا من اللي يتكلم representative of the state ده يقول انه اذا اكو شيء خاطئ كنا سمعناه احنا زين فال للأسف يعني هذه elegy المفروض يرثون بها هذا الشخص الأشياء الجيدة اللي سواها المعاناة اللي عاناها عائلته أطفاله أقربائه هم ذكروا كل الأشياء اللي ما خالف بها السياسة that's all أوكي okay. خلينا نوضح هذه two lines The concluding lines of the poem zooming out of a specific aspect of the dead man's life to a more general overview هذه الاسطر الخاتميه بالقصيده تكبر لي في جوانب معد سوري محدده توضحها بصوره اكبر لحياه الشخص بنظره عامه وهذه النظره العامه طبعا تنطبق على كل المواطنين بهذه الدوله كيف يعني The speaker anticipates two reasonable questions about the unknown citizen. هنا يتنبأ بسؤالين reasonable question about the unknown citizen which are the same question that the reader is expected to ask وهذه نفس الأسئلة اللي القارئ من المتوقع أن يسألها احنا كقراء لما قرينا القصيدة لابد أنه أهم الأسئلة اللي عندنا أنه هذا الشخص كان سعيد كان حر قانع بحياته هل هو راض عن حياته أم لا هذه الأسئلة So, while the state speaker dismisses these two rhetorical questions. Was he free? Was he happy? is absurd. فهنا شنو قصده؟ يقول سؤالك عن سعادته او عن حريته هذا سؤال عبثي، هذا مو مهم اصلا مو مهم بالنسبه للدوله هذا. يعني كميه البلاغه بهذه العباره انه انك تسال السؤال اللي هو القارئ يريد يساله من اول لحظه. And once you ask, ask the question it doesn't matter Then, for the poem's clear sense of irony and uh, dictates that the reader should ask why this kind of life doesn't represent free and happy one and though the poem obviously pushes its dystopian atmosphere to extremes there is nothing in its contents that is particularly fa uh, fantastical or far fetched. او بعيد المنال. القصد هنا من هذه اللاينات حتى نختصر التايم انه هذا سؤال بلاغي ما يقصد به الاجابه وهو هنا عنده satire عنده فد ايروني، kind of سخريه، parody. انه هذا السؤال اللي انت يا ريدر تريد تساله اصلا بدايه القصيده. It doesn't matter تمام هو absurd هذا أنا هذا ما يهمني وإذا أكو شيء خاطئ كنت أنا سمعته by now we should certainly have heard okay فهذا بالنسبة لل absurd أما secondly even if he hadn't felt free حتى لو هو ما كان يشعر بس بالحرية أو السعادة تمام we certainly have heard لابد إنه إحنا سمعنا عن هذا الشيء okay فهذه افكار القصيده بشكل عام، زودتكم بكل الافكار المحيطه باللاينز، بعض المفاهيم الاخرى هي للفائده ولزياده المعلومه. تمام، هذه بالنسبه للقصيده لاين باي لاين، هذه الالوجي هي الوجي آه يعني للاسف نعيش حتى بوقتنا الحالي، انه كل دوله تقاتل دوله اخرى، لكن تقنع شعوبها انه هم عملهم عمل بطولي. تتعامل مع شعوبها كنمبرز، كارقام. Unfortunately So this is the modern age هو هذا العصر الحديث هذه قصائد العصر الحديثية تمثل العصر الحديث تمام أيضا the contemporary era عصر المعاصر أيضا themes of the poem ثيمات آه, القصيدة oppression اللي هو الظلم surveillance وأيضا state اللي هي الحكومة ال مثل ما تعرفون هو الظلم يعني ظلم الحكومة لهذا الشخص كيف تنظر لهذا الشخص وهذه أشياء اطرقنا اليها هواي وناقشناها ووضحناها. surveillance اللي هي المراقبة مراقبة الحكومة للشخص من خلال كل المؤسسات الحكومية من خلال كل التقارير وأدها تفصيلة تفصيلة عن هذا الشخص from the, the moment he was born until the moment he was died. اوكي okay. ستيت هي الحكومه هذا الكلام آه ماكو وقت اقرا لكن هو واضح اصلا هذا الكلام نفسه just rephrased in another structure نفس الكلام اللي شرحناه قبل شويه nothing changed زين another theme عندنا اللي هو standard standard standardization and conformity conformity هذا فتشي جدا فمصطلح جدا مهم اللي هو التوافق او تناسبية الشخص مع المجتمع مع الحكومة وليس المجتمع تمام اتفاقه مع المجتمع إذا ما كان متفق مع المجتمع فهذا الشخص بي بيرفكت أو he's not perfect citizen تمام مو مواطن مثالي فهذه أنت حتى تعيش بالعصر الحديث وتوافق الدولة لازم تكون عندك conformity to the state زين any other قبل لا نقرا هذه كوستشنز قلنا نرجع للل بيبر بها سام خلينا نراجعها اوكي what is the purpose of the unknown citizen? غرض القصيده ما هو غرض القصيده the purpose of the poem is to caution against blindly accepting society's definition of good and this necessity to think for oneself. انا هو الغرض of the poem هو يحذر يحذرنا من شنو against a blindly accepting society's definition of good هو تقبل تعريف المجتمع بعمي إنه تكون أنت أعمى وتقبل أراء المجتمع تقبل تعريف المجتمع للخير مو كل شيء تسمعه أنت أو يقول المجتمع على أنه هو خير فأنت تتفق وياه just simply تمام؟ لازم أنت تتساءل عن كل شيء تسمعه حتى لو الماجوريتي يتفقون عليه and reinforcing the necessity to think for oneself ويعزز ضرورة أنه الشخص يفكر لنفسه أوكي؟ okay? ما يفكر فقط للنظام أو الدولة أوكي؟ okay? the state not always correct زين؟ What does elegy should tell us? المرثاة شنو شنو تخبرنا هذه المرثاة؟ It's supposed to tell us about the best things they the uh, they sorry هذه اكو فت خطا بالسبيلينج تمام هاي الواي it's supposed to tell us about the best things the dead person did in his life الالوجي المرثاة المفروض تخبرنا عن الاشياء الجيده الشخص المتوفي الذي فعلها في حياته الأشياء الجيدة، مو تقارير و... وماكو شكوى عليا، وهذه المؤسسة تنصح بي وما اعرف شنو. زين؟ الأشياء الشخصية لازم نذكرها بالالجي. And all the achievements that he accomplished while he was alive or while he was living. وكل الإنجازات اللي حققها لما هو كان حي. هذا الالجي. This اكزاكتلي exactly what is supposed to tell us. But unfortunately that wasn't the same as we have heard from, heard from the poem. What do we have? Why do we have a state? لماذا نملك حكومة a state? طبعا a state شنو فائدتها؟ uh, because state provides protection لأن الدولة توفر لنا حماية So we don't fight each other so you don't live in a chaos. حتى انت ما تقاتلون بعضكم وما نعيش بفوضى، لذلك نحتاج state. هذا الشيء ضروري. The problem with modern life is that the state has become so controlling on the human, sorry, on everything about individuals. المشكلة بالحياة الحديثة انه الحكومة صارت تسيطر على كل شيء متعلق بالاشخاص. اوكي كل شيء. It starts to decide our lives and collecting data about the human life. بمعنى أنه هي اللي تقرر حيواتنا وأيضا تجمع بيانات عن حياة الإنسان بشكل عام. It knows everything about you and controls you and the way you behave. تعرف كل شيء عنك، تسيطر عليك، وتسيطر على الطريقة اللي أنت تتصرف بها. The way you live، الطريقة اللي تريد تعيش بها، and the way you die، الطريقة اللي تموت بها. So the state controls everything about you. And his state gives you your personal identity and modern life. وهي اللي تعطيك حتى اسمك او هويتك الشخصية. اللي هو identification number. So that's why we have a state. then What does the title tell you? العنوان ما القصدي شنو يقول لك او معناه The title reminds us about the unknown soldier that the new state tries to make people feel the sense of belonging that you feel proud you, a proud you had these people sacrificing themselves for the sake of your country. This is the way the modern state sells the ideology of a state. لشخص متوفي يسموه الشهيد يطلقون عليه اجمل الامثال والبطولات زين حتى يسوون يزرعون ايديولوجي فكره سياسيه للمواطنين الاخرين حتى يضحون بانفسهم مثل هذا الشخص هذا اللي يقصد بيها الايديولوجي تمام تمام هذا unknown US soldier الآن أدنى what are the characteristics of the unknown citizens خصائص أو صفاته he is unknown غير معروف مجهول he is obedient to law هو طائع للقانون he makes no mistake against the law or protest ما يسوي اي خطأ ضد القانون او يحتج تمام تمام فهسه بهذه القصيدة الحمد لله تمت شرحنا مقدمة القصيدة ال context ال setting ال speaker ال conflict ال form and so on تكلمنا عن هذه الأسئلة شرحناها حكينا على القصيدة شرحناها لاين باي لاين وترجمناها أيضا وترجمنا فكرتها أوضح معناها literary devices تمام وأيضا تكلمنا عن themes بشكل عام ما شرحنا الثيمات لأنه هو نفس الكلام مكرر تمام فقط هذه ال keywords oppression surveillance state هذه مفاهيم keywords لازم نعرف عنها زين كونفرمتي مثل ما قلنا اخر شيء عندنا فد مجموعه اسئله خلي نحلها which of the following best expresses the extreme institutionalization of life in the modern age طبعا by the way the reason why I make mistakes and everybody makes mistakes لأنه حاليا ساعة واحدة وصار لي أظن خلينا نشوف الوقت ساعة و دقيقة فتعبت وهذه الأسئلة راح أعوف عليكم إنت تحلوها هي محلولة طبعاً السؤال آه يكون ما مضلل والإجابة تكون مضللة طبعاً هذه الأسئلة عن القصيدة نفسها. ف that's it for today's lecture. thank you for watching. كان معكم عبد المحمّد جبار one of God's names. see you soon and have a wonderful beautiful day. goodbye.